الإيبولا. الإيبولا فيروس يمكن يكون في كتير جدا من الناس كانوا في الفترة الأخيرة بيتكلموا عليه، احتل المرتبة الأولى في الصحف العالمية والمحلية. الناس كلها خايفة، يا ترى الإيبولا زي فيروس كورونا، هو أخطر ولا مش أخطر؟ يا ترى بينتقل إزاي؟ احنا حتى لو الناس قللت من أنه يسافروا إلى دول غرب أفريقيا، كمان مش هنقدر نمنع يعني الأفارقة أنهم ييجوا عندنا مصر. طب الحل إيه؟ أخبار الفيروس ممكن ينتشر إزاي؟ هل فعلا في خطورة ولا لأ؟ كلنا قلقانين طبعا. أنا شخصيا ليا أصدقائي في نيجيريا، قلقان عليهم جدا، هل لما يجوا أو داخل نيجيريا أو غير نيجيريا كمان. القلق اللي حصل لنا في الفترة الأخيرة لازم نحط له حد. عشان كده هيكون في ضيافتنا الأستاذ الدكتور سيد سالم، أستاذ الفيروسات بمعهد بحوث صحة الحيوان. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، منورنا. الله ينور عليك دكتور. الإيبولا عامل لنا قلق وذعر شوية، فقبل ما نبتدي ونتكلم عن تفاصيل الفيروس، أنا عايز أعرف من حضرتك وصف كده تشريحي بس ببساطة عشان نقدر نفهمه، فيروس الإيبولا عبارة عن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة وحضراتكم بخير ومشاهد الكريم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. ثانيا دايما نحن بنقول يعني بدون ترهيب ولا ترغيب في الأمور اللي هي الحالات المرضية، وطبعا الأمراض الفيروسية من الأمراض الخطيرة يجب أن احنا نكون على حذر منها. الإيبولا ببساطة هو فيروس حموي، يعني مشترك، هنقول بقى التفصيل بتاع الكلام ده، وطبعا قاتل أو مميت بصورة عالية جدا. حموي يعني بيعمل درجة حرارة، بيرتفع ارتفاع درجة الحرارة. مشترك يعني بيصيب الإنسان والحيوان، تمام. وقاتل يعني معنى كده إن الإنسان أو الحيوان اللي بيصاب لا قدر الله إن هو بيسبب نسبة وفيات عالية قد تصل من 25% ل 90% من الناس المصابة. فطبعا ده رقم كبير، يعني لو 100 واحد اتصابوا بيبقى في 50 ل 60% على الأقل كمتوسطات وفيات. ودي طبعا ده الهاجس الكبير. إنما الاطمئنان بنقول إن هو بالنسبة لنا كشرق أوسط، مش مصر بس، دول الخليج، المنطقة العربية، دول أفريقية حتى معظمها، إن إحنا هو مركز حاليا أو من سنة 76 تقريبا في وسط وغرب أفريقيا، في بعض دول وسط وغرب أفريقيا. الخطر الوحيد الحقيقة اللي بينتابنا احنا من جنوب، وهو دولة السودان، لأنه طبعا انتشر فيها على كذا وباء تم من سنة 76 وهو في السودان، ولكن مش في منطقة شمال السودان، في جنوب السودان، وكمان في احتياطات نقدر نبقى نتكلمها اثناء الحلقه يعني. تمام. طب دكتور خلينا نبتدي بموضوع الحيوان. حضرتك قلت هو مرض مشترك ما بين الانسان وما بين الحيوان. بالزبط. تمام. الاعراض، يعني انا من الناس اللي بحب اربي كلاب مثلا، ايه العرض اللي ممكن يعني يجي للحيوان فنقول انه عنده المرض، وهل هو فعلا بيصيب الكلاب والماشيه ولا بيجي من الطيور؟ تمام. الأعراض هنرجعها شوية، ولكن هنتكلم على مصدر العدوى وطرق انتقال العدوى والمرض في الإنسان والمرض في الحيوان. تمام. مصدر العدوى الإنسان أو الحيوان المصاب. وسيلة الانتقال العدوى اللي هي المادة اللي بتصيب، اللي هو إفرازات زي اللعاب، زي المخاط، زي الدم، الجثث النافئة. كويس. ايه الحيوانات اللي ممكن تكون مصدر عدوى؟ ايوه. ودي اللي بتطمننا ان احنا ما عندناش المشكله هذه تكون قائمه عندنا كمصر، يعني القرود، الشمبانزي، النسانيس، الغوريلا. يعني معنى كده ان احنا بنتكلم على كوميونيتي. احنا عندنا طبعا في حدائق الحيوان، ولكن ما عندناش اوبن زو، يعني ما عندناش حدائق حيوان مفتوحه. ما عندناش قرود اللي هي بتتعامل زي مثلا في منطقه الطائف في السعوديه، في الجبال هتلاقي في الاف القرود والنسانيس موجودين في الجبال في الطائف. بس احنا عندنا برضو يا دكتور هنا على طريق الصحراء، مش عايز اقول يلا اسمع عشان ما يبقاش في اعلان، بيتم الاحتكاك ما بينهم وما بين ما هو ده اللي احنا دي البريكوشن او الاحتياطات اللي احنا هنتكلم عليها. بالظبط. دي الاحتياطات اللي هنتكلم عليها. ولكن برضو حتى ايفن ان هي لو في الكره او في الاماكن السياحيه،
سواء كان في الطرق الصحراويه او في اي مكان بتبقى دي كلوزد ومقفول عليها والعدوى مش هتبقى مسببه يعني بالصوره السهله اللي احنا بنوصل لها دي. اللي انا بقوله ان دي اماكن موبوءه او متوطن فيها المرض من فتره 76 بقى لنا حوالي اكتر من 40 او 50 سنه. يعني في كوميونتي محدده ودول محدده فيها ايه المرض. طريقه انتقال العدوى بالملامسه المباشره. مجرد اللمس. في هنا عنصر ثالث غير الحيوان والانسان وهو الباتس او الخفافيش. والخفاش دون بنسميه الفروت ايتنج باتس او الاكلات الفواكه. في مصر اكلات الفواكه ولكن برضه لابد ان هو مصدر العدوى يكون موجود عشان الباتس دي او الخفافيش دي تنقل. وبالتالي احنا عندناش برضه مصدر العدوى الحمد لله مازال غير قائم. عشان تاني نقول الحمد لله مصدر العدوى غير قائم اما تساليني سؤالين كمان اقول لك لا طب قبل السؤالين معلش مجرد يعني فكره الخفافيش حضرتك بتقول اكلات الفواكه يعني هم ممكن لما يلمسوا الفاكهه فده يبقى فيه انتقال للعدوى؟ لا هو الباتس او الخفاش بيعيش على ان هو ياكل من مزارع الفاكهه تمام لا خلاص مفيش عدوى لا مفيش عدوى العدوى هتيجي منين؟ من الخفاش نفسه من الخفاش اذا انتقلت له العدوى من قرد مصاب نسناس مصاب وهكذا تمام واحنا ما عندناش الجزئيه دي يبقى المربع ده خلاص بره. طب سؤالي اللي حضرتك ما جاوبتنيش عليه الاعراض الاعراض اننا يعني ناخد بالنا ازاي؟ طبعا الخنازير بيبقى لها دور طبعا وبتصاب وبتموت من المرض طبعا بالتالي بيحصل الجثث النافقه اثناء الدفن او الحرق ممكن قوي الناس بتبقى من غير جوانتيات او من غير قفازات بيلمس الافرازات او الاورجنز او الاعضاء بتاعه الحيوان المصاب ده او النافق ممكن يتنقل له العدوى. الاعراض بقى على الانسان ودي اللي تهمنا. طبعا. اولا فتره الحضانه قصيره بين يومين ل 21 يوم. المتوسط بتاعها اسبوع. الفيروس بمجرد ان هو بيدخل جسم الانسان بيعمل ارتفاع في درجه الحراره عاليه جدا. ادي اول 40 مثلا حوالي 40 41 ادي رقم واحد ونفس الكلام في الحيوانات على فكره يعني نفس الاعراض دي هتلاقيها في الشمبانزي والنسناس والاخر اللي احنا قلناهم دول والخنزير. الخفاش لا يظهر عليه اي اعراض وما بيموتش من المرض ولكن هو خازن للمرض ودي القضيه الكبيره يعني هو نفسه يوزع ولكن لا يصاب تمام؟ تمام. الإنسان أعراض الحمى رقم اثنين الآلام العضلات وقيء إسهال ممكن طبعا في وهن عام خمول عام التهاب الحلق والتهاب والمفاصل مش قادر يقف مش قادر العرض المميز وهو الراشز أو على الجلد اللي هو الأنزفة الدموية على الجلد والأنزفة من الفتحات الطبيعية بتاع الجسم من الأنف من الفم من الشرج وهكذا يعني. طبعا كل الموضوع ده جاست إن هو حصل في طبعا وظائف الكبد والكلى بتتأثر جامد جدا ودي تؤدي إلى الوفاة طبعا والنزيف يؤدي إلى الوفاة سواء كان داخلي أو خارجي. طبعا ما يميز المرض وهو اسمه كده حمى إيبولا النزفية أو مرض الإيبولا وبالتالي دون اللي هي الأعراض اللي بتصاب. الكلام اللي احنا بنقوله برضو علشان الناس يعني ما يبقوش في هلع وخوف ده بيبقى في الأماكن الموبوءة أو المتوطن فيها المرض ودول مركز حاليا في زئير الكونغو أوغندا يعني كلها في الدول الأفريقية اللي هي وسط أفريقيا أو غرب أفريقيا ساحل العاج والسودان تمام كويس وزي ما قلنا السودان علشان برضو ما نخافش لان دي اللصيقه بتاعتنا بالزبط. ان هي اولا لازم لا يكون عندي الاشتراطات العدوى دي اللي هو لازم يكون في قرود مصابه لسانيس مصابه غوريلا مصابه خنازير مصابه هي بالفعل مش موجوده عندنا بالظبط كده وده الحمد لله لان هو عندهم برضو اماكن بيبقى فيها زي غابات او كده بيبقى موجود فيها هذا النوع وغالبا اللي بيصاب غالبا اللي بيصاب بيكون كونتاكت مع هذه الحيوانات في المنطقه الموبوءه تمام.
طيب احنا اكتشفنا المرض عند الحيوان، وحضرتك قلت لنا الاعراض، واكيد الاعراض عند الحيوان مشتركه زي نفس الموضوع. نفس الموضوع. صاحب الحيوان او ساي مثلا في البلد دي اكتشفوا انه في المرض والحيوان فعلا مصاب، هل بيبقى في علاج ولا الموضوع بيتم بالعزل ولا ايه اللي بيتم؟ طبعا هو بكل اسف ان مفيش علاج ومفيش تحصين لحد الان، يعني لان زي ما بنقول ان هو على سيكتورز قليله صغيره، ولكن الاهتمام بيه كمرض قاتل لابد ان احنا نكون نبدا من دلوقتي علشان ما يبقاش في انتشار لهذا المرض. النقطه الثانيه ان في عادات قبليه في بعض الدول الافريقيه، طبعا يعني احنا لو اتكلمنا الناس ممكن يبقى في نوع من التقزز، ولكن مجرد ان الانسان يجي له حمى وينام بيبداوا ياخدوا منه بعض الاعضاء وياكلوها نيه وهو على قيد الحياه، بحيث ان هو ده بيعتبروه انتهى. فدي من ضمن الحاجات اللي اذا كان هذا الانسان مصاب وهم بيعملوا العادات السيئه دي، طبعا اكيد هيبقى في اصابات بصوره اكبر يعني. طبعا الكلام ده في اماكن قبليه خارج حدود الدوله المنظمه، يعني خارج الحدود الحكوميه، في اماكن غابات، في اماكن صحراويه وهكذا يعني. ودول الناس بيبقى لهم طبائع خاصة وأسلوب خاص في الحياة كده يعني. ولذلك زي ما بنقول ده فريم مقفول إلى الآن، بنأمل إن هو ما ينتشرش عن هذا الإطار لأماكن أخرى أو دول أخرى. تمام. النقطة اللي تهمنا هنا إن السادة المسؤولين عن الطب البيطري، لأن المرض ليه شقين، طب بيطري وبشري، ووزارة الصحة السادة المسؤولين إن هم يهتموا جدا بالإرساليات الحيوانية أو الفيزيتورز بتاعتنا، الضيوف اللي بيجوا مصر اللي هم من بصفة عامة، ومن الأماكن المتوطن بها المرض بصفة خاصة. عملية الحجر الصحي والحجر البيطري لتشخيص المرض في الناس اللي هم جايين، لأن إحنا دلوقتي كمصر الحمد لله فري، مفيش مشاكل بالنسبة لنا ولا في أي نوع من الإبلاغات أو المشاكل في الوبائيه. طب في مشاكل بعض في بعض الدول العربيه ظهرت فيها ولا لا؟ لا دول عربيه ما فيش. لا ما فيش. تمام. طب ما هي فكره برضو ان احنا نتابع مع الحجر الصحي. لسه انا كنت بقول حتى في البدايه انه ما فيش فكره ان احنا ممكن نمنع الزائرين، هل ضروري يبقى في كشف على؟ مش بنمنع. احنا مش هنمنع. لا بس انا عايز اعرف استاذنك، عايز اعرف الاجابه بعد الفاصل. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه عشان نكمل كلامنا عن فيروس الايبولا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على فكره اننا ما فيش علاج وما فيش تحصين، فدي فكره تخلينا متحفزين للغايه ومشددين الاجراءات بدرجه اللي هو الاستعدادات القصوى زي ما بيقولوا. اثناء الفاصل حضرتك قلت لي انه مفروض في سيزون الحج، انا بركز جدا على كلمه المفروض دي، انه بيتقاس درجه الحراره للعائدين من الحج، وبيشوف انه الطبيب لو في مريض درجه حرارته مرتفعه شويه فبيتم العزل والكلام ده. ايه تاني ازاي نقدر ناخد احتياطاتنا عشان المرض ده ما يوصلش لمصر؟ وهل فعلا ده بيتم في المطارات بقى لو بنتكلم بجد على ارض واقع، هل ده فعلا بيتم ولا لا؟ شوف هي دي مسؤولية وزارة الصحة أو الحجر الصحي بصفة خاصة يعني. ليه؟ أولا مش موسم الحج، أنا بضرب موسم الحج على أساس إن ده تجمع بشري كبير وبيبقى ملايين الناس، وممكن قوي اللقاءات دي تعمل مشاكل بغض النظر عن الإيبولا أو غيرها يعني. ممكن تبقى من الميرز، كورونا زي ما احنا قلنا قبل كده، السارس، يعني ليست كبيرة. وبالتالي انا بشيك على الجزئيه دي، ببقى ايه بعمل عليها ستريس شويه. انما هو من المفترض ان كل اللي داخل عندي كفيزيتورز او ضيف بيجي لي، وخصوصا طبعا الاجانب او المصريين المقيمين في بعض الدول الافريقيه
فتره طويله ممكن او يجي نقل للمرض، فده لابد ان انا ايه اعمل تشيك عليه اثناء دخوله. وطبعا ده بيريحني انا بعد كده لا قدر الله في حد حمل للمرض، انا بقدر اخده واديه للحميات بحيث ان هو يعمل له العلاجات المناسبه والاجراءات المناسبه، وعلى الاقل لو ما تقدرش ان احنا نعالجه ما ينشرش المرض للاخرين يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما قلنا العادات السيئه في القبائل ودي بعيده طبعا عننا، ان هم يعني بيتعاملوا مع الانسان بصوره غير ادميه. النقطه الثالثه عمليه دفن الموتى المصابين اللي هو توفى من اصابه، يعني اللي يجب ان هو يبقى فيه حذر في التعامل، ولابد ان هو يبلغ بيه طبعا اللي هم المكاتب الرسميه على اساس اثناء الدفن بيبقى فيه بعض الاجراءات اللي هي بتحط مطهرات او جرحي، او بحيث ان هو طبعا الجثه فيها مشكله مش متوفي طبيعي، وبالتالي لابد ان هو يبقى فيه اجراء. وكذلك الحيوانات اللي هي النافقه، عملية تطهير المزارع، عملية عدم ملامسة الحيوانات، عدم مداعبة الحيوانات اللي هي ممكن تبقى نقلة للمرض زي قلنا القرود والنسانيس والغوريلا والأماكن اللي هي دي. لأن طبعا في بعض العادات السيئة أن الناس بتقعد تداعب الحيوانات اللي هي زي دي. المعمل طبعا ده مهم كتشخيص للمرض، لأن أنا ما أقدرش النهارده في عندي اكتر من 10 امراض بيعملوا نفس الاعراض تقريبا، يعني منها حاجه اسمها ميربرج، ده برضو مرض قريب جدا او ابن عم الايبولا. دول الاثنين من نفس الفاميلي او نفس العيله، وهي عيله اسمها فيلو فيروس، فبالتالي الاثنين دول نفس الاعراض بتتشابه جدا معهم، ونفس نسبه الوفيات برضو بتتشابه. في عندنا بعض الامراض هنا في مصر بس طبعا تحت السيطره باللقاحات، زي حمى الوادي المتصدع، زي مرض حمى غرب النيل، في يعني في، ولكن ده كله تحت السيطره وتحت اللقاحات يعني، ولبعض العلاجات بتؤدي الى الريليف او التسكين. طيب يا دكتور، عشان برضو ما نبقاش احنا بنهون ولا بنهول يعني، خلينا نقف كده على الارقام الحقيقيه اللي ممكن تكون ظهرت في الدول المصابه. هل الحالات ممكن انها تخلينا فعلا نحس ان ده بقى وباء وانتشر، ولا دي ظاهره وممكن تعدي ان شاء الله؟ لا، انا معايا فعلا تيبل بالكلام ده، ليست كده من اول سنه 76 لغايه 2012 او 2013، وانا كنت في السعوديه في فتره 2001 و2001 كان في وباء الحمى الوادي المتصدع في جنوب السعوديه اللي هي منطقه جيزان وشمال اليمن. وكان معنا بروفيسور من جنوب افريقيا مع تيم وورك بتاعه، وكان بعد ما خلص شغله معانا قال انا رايح زائير، لان كان في وقتها المشكله بتاعت الايبولا في زئير، وكان هو رايح على اساس يعمل نوع من التشخيص ويجمع عينات وكده. تمام. الفكره هنا ان الاوبئه بتبقى زي ما بنقول، اولا بتبقى لوكالايزد اريا او اماكن محدده، ولابد الاشتراطات النقل العدوى ومن مصدر العدوى اللي هو القرود المصابه او الانسان المصاب. كل الفكره ان انا لو خرجت بره الفريم دون في صوره زائرين او في صوره حيوانات مصابه وبتنتقل من مكان لمكان، هي دي هنا الخطر الفعلي للموضوع. تمام. استاذن حضرتك اشوف بس موضوع الارقام عشان ده مهم جدا، يخلينا نحس اننا نطمن شويه هل فعلا لا هو طبعا الارقام الموضوع انتشر ولا لا. الارقام هنا ما نقدرش نقول بنطمن، لان احنا بنتكلم في نسبة وفيات مش بتقل عن 50% من المصاب، ولكن اللي انا بقوله ان احنا مش عايزين نوصل لدرجة الاصابة. تمام. احنا عايزين ناخد احتياطاتنا بالظبط كده. الحذر يعني سنة 76 كان في الكونغو كان في 318 اتوفى 280 بنسبة 88%. سنة 76 كان في السودان 284 توفى 151 بنسبة 53%. هنقول النسب على طول. 77 طبعا كان في الكونغو برضو كان في واحد ومات، يبقى 100%. طبعا دي نسبة ما اقدرش اعتد بيها لان واحد مش ممثل احصائيا يعني. سنة 79 كان في السودان 65% وفيات من العدد.
كان عدد 34. 94 كان في الجابون، كان في كوت ديفوار 50% 60%، 95 كان في الكونغو. تمام؟ ننقل شويه في الالفينات، احنا عايزين نقرب شويه. 2007 مثلا كان في اوغندا، كان 149 توفى 37، نسبه 25%. 2008 كان في الكونغو، 44% الوفيات، كان في 32 اصابه. سنه 11 و12 كان في اوغندا 24 واحد توفى 17 بنسبه 71، اوغندا تاني في 2012 بنسبه 57% من الاصابات، كانت اصابات قليله، 7 اشخاص مات 4. في 2012 كان في الكونغو 57 اصابه، توفى 51%، 29 فرد. طبعا الارقام هنا زي ما بنقول ان ان الاصابات، مجرد ان هي بيبقى في اصابات طبعا معظم الناس اللي بيصابوا بينتهوا نظرا للانزفه. المصاب ده لما نيجي ندرس الحاله بتاعته هو موجود فين، هتلاقيه في الاماكن المتوطن بها المرض، بيشتغل ايه، عامل او دكتور او مواطن قاعد في منطقه موبوءه حواليه زي ما قلنا الحيوانات اللي هي ممكن تصاب. واحد بيتعامل مع الخفافيش او مع محاصيل الفاكهه اللي فيها اوبئه، اللي هو الخفاش بيجي بيعمل الافرازات على هذه المحاصيل، وبالتالي هو بيلامس هذه الافرازات مباشره ويبدا يتعامل معاها. يبقى هنا توخي الحذر، وزي ما بنقول الوصايا العشره في النظافه وفي قبل الاكل وبعد الاكل وغسل الايدين والحاجات المهمه. اي عرض او اي حاجه غريبه لابد ان احنا نعرض نفسنا على اخصائيين، وانا اعتقد النصيحه المهمه ان هي تكون مستشفيات الحميات المنتشره الحمد لله في مصر، يعني بحيث يبقى في نوع من الكنترول على اي مشكله لا قدر الله وبائيه. طيب. يعني طيب يا دكتور، عشان نحافظ على مصر طبعا، ومصر دايما يا رب يبعد عنها اي شر، عايزين نعرف حضرتك الخطط المستقبليه، مصر ممكن تعمل ايه عشان تحمي نفسها من هذه الاوبئه، وتحديدا كمان ان مصر مفتوحه على العالم كله، وزي ما قلت في البدايه اننا ما ينفعش نمنع الزائرين ابدا انهم يدخلوا والله مصر. احنا يعني الحقيقه انا كنت في مارس الماضي في المانيا، ودي تاني زياره ليا كانت في المانيا. السنة اللي فاتت كان في زيارة، زرت معهد روبرت كوخ في برلين، وكان في نوع من التفاوض على ان احنا نعمل مشروع مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثل في معهد بحوث صحة الحيوان وجامعة الأزهر وجامعة القاهرة وجامعة جوتنجن في ألمانيا ومعهد روبرت كوخ. والحقيقة بعد مناقشات هم بعتوا لي ان هم اكسبت للمشروع، وهقول لك بقى المشروع ايه اهميته بالنسبه للكلام اللي احنا بنقوله ده. اتفضل. المشروع اللي احنا مقدمينه بيقول ان احنا عايزين نعمل حاجه اسمها بايرو سيكوينسر، وبايرو سيكوينسر يعني بنجيب العينه بنفحصها ضد كل الامراض النزفيه، المجموعه الامراض الفيروسيه النزفيه من الايبولا، الميربرج، الريفت فالي، الويست نايل، الكريميان كونغو هيموراجيك فيفر، في أمراض كتيرة. البايرو سيكوينسنج هم ما يعني بيشتغلوه على الحشرات زي الناموس، وده ناقل الأمراض كتيرة جدا طبعاً. حوالي 240 مرض، ومن ضمنهم أمراض خطيرة جدا ومشتركة. من ضمن المجموعة النزفية طبعا الإيبولا والميربرج اللي احنا بنتكلم فيهم النهاردة. بيبدأ يعمل تحليل، جاست ان انت اديتي له عين الدم مثلا أو ناموس، بيعمل تحليل لكل الانواع الفيروسيه بالبايرو سيكوينسنج، وبيقول هو فيها ايه بالظبط، ويبدا نمشي وراها ومنين جبناها، ونبدا ناخد هذا المنحه بالنسبه للمشروع. طبعا حاجه مهمه، احنا حاليا اللقاء المفروض يتم ان شاء الله في ديسمبر القادم، على اساس ان احنا نبدا نفعل هذا المشروع ان شاء الله الهام، ونتمنى. وطبعا ده مشترك فيه الاتحاد الاوروبي ومشترك فيه بعض الدول العربيه، ما كانش من ضمن هذه الدول مصر الحقيقه. باللقاء اللي احنا عملناه كان مصر كده تعتبر دخلت جوه هذه المنظومه،
ونامل ان شاء الله ان يجيب ثماره عن قريب يعني. ان شاء الله يا دكتور ربنا يوفقكم في المشروع ده، لانه اكيد له فايده كبيره جدا في حمايه مصر من اوبئه كثيره. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور سيد سالم استاذ الفيروسات بمعهد بحوث صحه الحيوان. شكرا جزيلا يا دكتور، نورتني. اهلا بك. شكرا. مشاهدينا ما تقلقوش، يعني احنا على قد ما قدرنا حاولنا نطمن حضراتكم ان شاء الله الفيروس ده مش هينتشر ومش هيدخل مصر، ولكن انا بتوجه يعني بالرجاء لوزاره الصحه والحجر الصحي، ارجوكم تهتموا جدا جدا وتتوخوا الحذر، ويعني والحجر البيطري كمان، لانه فكره اننا نهتم بصحتنا دي يعني شيء مهم جدا جدا. اتمنى ان حضراتكم ان شاء الله تهتموا بيه في الفتره اللي جايه، وعلى المسافرين اللي ضروري انهم يسافروا يعني في هذه الاماكن الموبوءه، ارجوكم لو تقدروا تاجلوا سفركم يا ريت، لان انتوا كده بتهددوا امنكم وسلامتكم وسلامه مصر كلها. اتمنى لكم يا رب كل الصحه وكل العافيه. دي كانت فقرتنا الحواريه الاولى. فاصل سريع مشاهدينا، وهنرجع مره تانية عشان نستكمل حواراتنا، ولكن بعد الفاصل.